اليوم جيت نقترح عليكم طبق ديال الخضروات الفرن، كيجي رائع. تقدروا ديروه كمرفقة او كطبق اساسي مع شي حاجة ديال الحوت او اي حاجة. المهم كنت تجيبوا اي خضروات عندكم، خيزو، الكرعة خضراء، بطاطا، الدنجال، كانت عندكم بطاطا حلوة، الفلافل، صافي كنقطعهم بحال هكا على شكل طولي كما كتشوفوا، حتى كنسالي كلشي الكمية ديالي بحال هاد الشكل، كنقطعهم بحال هكا صافي، وكنديرهم كاملين فواحد الطويصه، كنزيدو مليحه، وغنزيد عليهم شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال كتنسيم بودره ديال الثوم، ما كانش عندكم ديروا فص ديال الثوم راه كتجي زوينه، وشويه ديال الزعتر اللي غنحكو فيها من فوق منها. صافي كندير غير هذا الشيء كامل، وكندير عليهم شويه ديال الزيت النباتيه، وغنخلط الكول كامل داك الشيء كامل بحال هكا كيما كتشوفوا، كنديرهم في الطويصه باش انك ينسجموا لينا كاملين. كنزيد معاهم واحد جوج معالق ديال لاشابلوغ، تقدروا تزيدوا معاهم جوج معالق ديال اضافه الى لاشابلوغ جوج معالق ديال النشا، راه كيعطيهم واحد القرمشه رائع. صافي كنبقى نستفهم بحال هكا في اللاطه، والفران راني شاعلاه من الفوق ومن التحت على عافيه كتكون متوسطه، فاش غندخلهم كنغطيهم بحال هكا بورق الفرن، كنطفي على العافيه اللي من الفوق، وغندخلهم بحال هكا، كنخليه اللي لتحت، وكيطيبوا. راهما دغيا كيطيبوا بحال هكا، ودغيا كيوجدوا، كيجيوا صراحه رائعين ولذادين وصحيين كما كتشوفوا، ما فيهم لا زيوت لا والو. نتمنى الوصفه ديالهم تكون نالت اعجابكم، راهما كيجيوا زوينين غير تطبقوهم. تقدروا كما قلت لكم ديروهم كطبق اساسي مع الحوت، مع الكفته، مع اي حاجه، ولا ديروهم بحال هكا، ولا مرفقه كلا طبق اخر اساسي. المهم كيجيو رائعين. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الى وصفه لاحقه، دمتم في امان الله، الى اللقاء.